ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 31 مخالفا لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي الإبل والأغنام بأماكن يمنع فيها الرعي، شملت محمية الملك سلمان ومحمية الملك عبد العزيز إضافة إلى محمية الإمام عبد العزيز بن محمد ومحمية شرعان. وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية.